ريال مدريد بيفعلها ويفوز على برشلونة ويفوز بالكلاسيكو في برنابيو 2-0 في مباراة كبيرة جدا من زيدان وكيكي ستيان بيسلموا المباراة بكل سهولة. بس في سؤال إدارة برشلونة نسيت تسأله كيكي ستيان وهما بيمضوا معاه العقد، أنت بتعرف تشتغل تحت الضغط؟ الشكل المفصلي لريال مدريد قبل المباراة وانا بشوف التشكيل اللي هما يبدأوا بمارسيلو وكارفاخال كاتنين باكات دي كانت مخوفاني ومقلقاني نوعا ما من اطراف بتاعت ريال مدريد. الاثنين كارفاخال ومارسيلو عندهم النزعة الهجومية اقوى بكثير من النزعة الدفاعية، فكنا اللي هو هلاعب الاثنين دول باللي احنا متوقعين ان هو ناحية تانية برشلونة ما عندهاش اطراف، وده هو اللي عامله كيكي ستيان. بدأ له كيكي ستيان بالاربعة اربعة اتنين بادئ برباعي نص الملعب بفيدال وبوسكيتس وارثور وديونج، بتلعب باربعة نص ملعب تقال قوي، بتلعب بالاربعة دول بتلعب باطراف فيدال، وكان بيبقى على الورق محطوط ارثور هو الناحيه الشمال، لكن على ارض الواقع ارثور ميال اللي هو يبقى جنب بوسكيتس في قلب الملعب وديونج هو الميال ناحيه الشمال، فانت عندك اطرافك ملهاش اي وجود، وكده خليت ان مارسيلو وكارفاخال يتقدموا براحتهم، لا بل كمان انت خليت فالفيردي يميل على كارفاخال عشان يقفل معاه الجبهه دي ويبقى مقفول تماما على ديونج انه يعمل الشغل اللي جوه. وكمان الحته بتاعت الاطراف بتاعت برشلونه كانت باينه قوي وكانت باينه ان هي ضعيفه لما الكوره كانت بتجي له، الكوره لما كانت بتيجي فيدال فيدال كان بيقف يستنى سواء سيميدو يعمل اوفرلاب او ميسي ينزل يستلم منه، لان فيدال اصلا مش وينج علشان يعمل لك حلول هجوميه. والناحيه الثانيه ديونج لما بيستلم الكوره بيبتدي يفكر في قرارات مصيريه في حياته الشخصيه تقريبا ومالوش دعوه بالماتش اللي احنا بنلعبه، فبيبقى شكله غريب وواقف في نص الملعب مش عارف يعمل ايه بالكوره لما بتجي له. لكن لما الكوره بتبقى مش معاك وبتفقد الكوره لاعبين نص الملعب بتعمل لك كثافه في نص الملعب فبتفيدك في شكل الدفاع، لكن طول ما الكوره معاك انت مالكش اي شكل هجومي لان الاطراف بتاعتك ما بتعملش اي شكل هجومي من الاساس. الناحيه الثانيه ريال مدريد بدا بالاربعه 3 3، بدا في نص الملعب كاسيميرو وكروس وفالفيردي، وبدا في الهجوم اسكو فينيسيوس جونيور وبنزيما، ورباعي الدفاع كارفاخال ومارسيلو وفاران وراموس. التشكيله دي كانت مخليه ريال مدريد بيوصل للجون، ومشكله ريال مدريد المفصليه انه مش يوصل للجون او يخلق فرص او يصنع فرص او يسجل اهداف، لا مشكله ريال مدريد المفصليه هي مين هيخلص قدام الجون، مين هيخلص قدام الجون دي في مشكله كبيره قوي عند ريال مدريد فيها، لان بنزيما طول الوقت واقف بره منطقه الجزاء عشان يفتح مساحات، فينيسيوس جونيور هو اخره يلعب فولتا ويلعب بكره شوارع زي ما الفيفا حطرع الرسمي اللعبة دي في اللعبة بتاعتهم، هو ده اخره يلعب كرة شوارع، اسكو مش من اللعيبة اللي بتخلص قدام الجون، فانت كده ما عندكش لاعب يخلص لك قدام الجون. فايه الحل؟ مفيش اي حلول لريال مدريد، مفيش حلول لريال مدريد غير ان انت اللعيب اللي جاب لك اهداف عالية في طول الموسم هو كريم بنزيما، واللي بعده على طول راموس اللي هو قلب الدفاع، فانت ما عندكش اي حلول هجومية. ودي الحتة مفصلة لريال مدريد، ان ريال مدريد كان بيوصل كتير جدا لمنطقة جزاء برشلونة لكن ما بيخلصش تماما، شفناها في كذا مرة مع فينيسيوس جونيور، شفناها مع بنزيما. فينيسيوس جونيور كل اللي في دماغه ان يرفع عرضيات، كل اللي فعله يرفع عرضيات وبس، ده اللي بيعمله اللي هو يرفع عرضيات سواء جونيور او كارفاخال او مارسيلو يرفع عرضيات، بس العرضيات اللي بتترفع ما بتترفعش لحد لان بنزيما مش جوه منطقه الجزاء اصلا، فانت الحته دي ملهاش اي وجود ان ترفع عرضيات لمين. وكمان شكل الدفاع بقى بتاع ريال مدريد كان مميز لان فالفيردي كان ميال ناحيه اليمين شويه عشان يقفل مع كارفاخال، ناحيه الشمال اللي كان عليها شكل بقى ممكن كبرشلونه تلعب من الشكل ده، تلعب من الاتجاه ده، تلعب من الحته دي، يخلي حد هنا سريع يلعب في ظهر مارسيلو، لكن كنت تلعب بفيدال، فيدال ملوش اي حلول هجوميه، مش عامل لك اي حل هجومي. خلص الشوط الاول 0-0، الماتش خلص 0-0 الشوط الاول، وكان في مخاوف هل الماتش يطلع 0-0 ولا ايه اللي هيحصل، لكن بدايه الشوط الثاني دي كانت مفاجاه لبرشلونه. الشوط الثاني برشلونه ما قدرش يعمل الشكل او يطبق الشكل اللي كان في دماغه او الشكل اللي هو بادئ منه المباراه، وكان بادئ ان هو هيبدا بشكل مغير، لكن ريال مدريد فاجئه بجول في بدايه المباراه. جول على بدايه المباراه كان غريب جدا من لعيبه برشلونه، لان برشلونه
كروس واقف بالكوره ماسك الكوره في رجله واقف عليها وبيشاور لفليزي الجونيور خش قدام خش لجوه، وسيميد واقف بيتفرج عليه وبيكيوف بيتفرج عليه. فانت خش لجوه والمشاوره بتاعه كروس دي اللي بتاع برشلونه كانت واقفه بتتفرج عليه مش بتضغط. ففيزل الجونيور دخل لجوه بصاله على طول كروس شوت جونيور خبطت في بيكيو ودخلت. الحته دي فينيسيوس كويس فيها، لو دخل شوت اي حاجه خبطت ودخل الجول، ده اللي معروف ده اللي محفوظ ده اللي لازم تعمله. ما تقعدش بقى تفنن وتلعب بكعبك وتعمل اللي انت بتعمله ده، لا الكره جت لك هنا شوت خلص على طول وخبطت في بيكيو ودخلت، والجول الاول في بدايه الشوط الثاني. بلاش الجول اللي جه بتاع ريال مدريد دوت خلى لعيبه برشلونه شويه او التغييرات بتاع برشلونه اتاخرت قوي اتاخرت قوي. كيكي ستير اتاخر في التغييرات قوي، انت معلم خسران 1-0 قدام ريال مدريد في البرنابيو، فانت لازم تسرع تغييراتك تنزل حلول تنزل حلول على الدكه، لكن انت ما عملتش كده، فضلت متاخر جدا 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 بالتغييرات. وكمان التغييرات اللي انت عملتها بقى عملت تغييرات وحشه قوي، تغييرات يعني انت اتاخرت قوي، التغييرات اللي لازم تتغرب. نزلت بريث وايت بدل فيدال، قلت ماشي يعني خرج فيدال وهنزل بريث وايت خلي التشكيله بقى 4-3-3 ميسي على اليمين وبريث وايت على الشمال وجريزمان قدام. لكن اللي شفناه ان بيلعب بريث وايت لاعب نص ملعب ميال ناحيه اليمين مكان فيدال بالظبط، فانت بريث وايت كده ما عملكش اي حل، مفيش اي حل. فانت بعد ما خرجت فيدال بدات افكر هو انا ليه تغيير فيدال غلط، لان انت عندك اثنين في الملعب بوسكيتس وديونج كان لازم حد فيهم يخرج، كان لازم حد فيهم يخرج. بوسكيتس عامل مباراه كويسه جدا، بس كنت مثلا لو خرجت بوسكيتس هندخل ديونج مكانه، لو خرجت ديونج بوسكيتس يفضل في مكانه، لكن انت ما عملتش كده، انت خرجت فيدال لا. والتغيير التانيين بقى جايين دي في كميه الكوميديا، انت بتنزل راكيتيتش بعد كده بتنزل انسو فاتي، ماشي راكيتيتش انزل براكيتيتش عشان تقفل نص الملعب تعمل كسر نص الملعب، لكن انت بتنزل انسو فاتي ناحيه الشمال ليه؟ بتنزل انسو فاتي ناحيه الشمال، ناحيه الشمال اللي فيها كارفاخال وفيها فالفيردي، الاثنين مقفول فيها الضربه والمفتاح، الناحيه الدفاعيه عندهم بيرفكت مقفول 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 مقفول، ليه تنزل لاعب في الحته دي وانت عايزه تختار من الحته دي؟ فيرد عليك زيدان الناحيه الثانيه ويحرمي لك فاسكيز فيقفل لك الحته تماما، وانت لو رونالدينيو مش هتعرف تعدي منهم. خلصت بيلعب فالفيردي وكارفاخال وفاسكيز، فانت ايه يا معلم اللي بيحصل؟ ايه اللي بتعمله؟ العقل. فكيكي ستيان غلط وقدم المباراه لريال مدريد، وريال مدريد كان لازم يعني الشكل بتاع برشلونه دون واللي عمله كيكي ستيان في المباراه دي لازم كانت تختم بجول لريال مدريد، وكل اللي يجيبه مريانو دياز. يعني بتخسر من ريال مدريد والجولين اللي جابهم ريال مدريد، واحد بيجيب واحد ما بيعرفش يجيب جول اصلا ما بيعرفش يخلص الجول اللي هو جونيور، والتاني بيجيب الجول اللي هو مريانو دياز، الناس اصلا مش فاكره انه بيلعب في ريال مدريد. فانت خسرت المباراه على شعارات، خسرت المباراه على حاجات صغيره كنت لو فكرت فيها وكنت لعبت فيها صح كنت قدرت ممكن تخرج نتيجه ايجابيه من برنابيو. لكن انت دول بيبان المدرب انه مش عارف يلعب تحت ضغط لعيبه برشلونه طول المباراه، كل ما تستلم الكوره بتدور على فين ميسي وتديله الكوره، فالفيردي مشي بسبب ان برشلونه بيدور على ميسي، جايبوا كيكي ستيان عشان عايزين نرجعه قوي برشلونه تاني وفريق كله يبقى متكامل. لكن احنا شايفين لحد دلوقتي لسه برشلونه كل ما لعيبه تمسك الكوره تبص على ميسي وتدور على ميسي وترمي له الكوره وتقول له يلا انت حل الموضوع ويلا انت كسبنا المباراه، دي مش هيحصل. ميسي بيكبر في العمر، ميسي مستواه واقع، مش فاهم ايه اللي بيحصل. برشلونه في الضياع، وربنا يستر على دوري الابطال ضد النابولي، حتى لو عدى من النابولي ربنا يستر على دوري الابطال باقي يعني ماتشات دوري الابطال. ريال مدريد رجع للصداره، مبروك لكل ريال مدريد الرجوع للصداره من تاني، ومباراه يوم مباراه السيتي في دوري الابطال هتبقى مباراه صعبه جدا على جوارديولا في الاتحاد، فكل التوفيق لريال مدريد والسيتي وبرشلونه وكل الفرق. ففي الاخر كان رايي انا في مباراه الكلاسيكو، قول لي رايك انت في الكومنتس في الكلاسيكو، قول لي توقعاتك مين هيقدر ينهي في الاخر ويفوز بالدوري، هل ريال مدريد ولا برشلونه؟ قول لي توقعك في الكومنتس. ولو الحلقه بس شفت تعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه واشترك على الجرس عشان تيجي الحلقات اول باول، وتابعنا على السوشيال ميديا بتاعتنا في الديسكربشن تحت، واعمل اشتراك على الفيسبوك لتويتر على تويتر. كان معاكم صبا، نشوف الحلقه الجايه، سلام.